السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فيديو جديد في مجموعة تعبيرات باللغة العامية. اللغة العامية نشوف الاكسبريشن الاولاني. واحد بيطلب مني حاجة، فانا طبعا جبر الخواطر يعني مطلوب، عايز اقول له يا باشا انت تؤمر، طلباتك اوامر، طلباتك اوامر. كلمة طلباتك اوامر ممكن نقولها بطريقة ask and you shall receive. ask and you shall receive. ask and you shall receive. طلباتك اوامر. طيب نشوف expression number two، المصطلح الثاني. لما تكون انت مستعجل والناس قاعدة بتأخرك، فقول لهم يا جماعة مش هينفع الكلام ده، الوقت مش في صالحي، الوقت مش في صالحي، يعني التأخير مش كويس، فالوقت مش في صالحي. تمام، هنقولها ازاي؟ نقولها time is not on my side. Time is not in my side. Time is not on my side. Time is not on my side. Time is not on my side. طيب نيجي نقول فلان الفلان ده راح في خبر كان، خلاص اتنسى وبقى في طي النسيان. خلاص الموضوع اتنسى وبقى في طي النسيان. اقول مثلا he was left in a limbo. A limbo. He was left in a limbo. A limbo. He was left in a limbo. A limbo. طيب في واحد انا اتخدعت فيه وكنت مفكره من الاتقياء الانقياء وطلع مش كويس، بنسميها باللهجة المصرية تحسبه موسى يطلع فرعون. دي ممكن نقولها بطريقة still waters run deep. Still waters run deep. Still waters run deep. نشوف expression number five. لو انا شفت واحد وانا بشبه عليه، فعاوز اقول له شكلك مش غريب عليا، اقول له your face rings a bell. 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 شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.